السلام عليكم. اليوم الحديث عن نادي نفط الوسط، وأكو إدارة مؤقتة اليوم يقال حسب ما سمعت موقع معرض الكرة العراقية المصور أنه سلمتها السلطات النادي، لأن تعرفون الهيئة السابقة الإدارة السابقة سوري ما قابلة أنه تسلم النادي. وعموما سواء استلمت الهيئة المؤقتة الإدارة المؤقتة أو لا، فلكن أنا سؤالي مختلف ليس عن الإدارتين. هو السؤال، نادي نفط الوسط ما هي فائدته، وما هي الجدوى من إنشاء من أساسه، وشنو مستقبله على مستوى الرياضة في العراق أو على مستوى محافظة النجف الأشرف أو مدينة النجف خصوصا اللي هو يقع فيها. أولا، محافظة النجف أو نادي مدينة النجف فيها نادي النجف القديم الحالي اللي مرات يكون مستوى ممتاز ومرات يكون مستوى واقع، لكن هو من 89 هبط مرة درجة ثانية وأمر عدي باستمراره بالدوري بأمر، وبعدها بعد ما هبط من ذاك اليوم استمر بالدوري واليوم نهار. فهو من أقدم، لم يكن هو أعتقد أقدم نادي محافظات بالدوري، وصار يعني شبه الموجود دائما بالدوري، وفترة فترتين أو ثلاثة لامس الدوري وكان ممكن يحرز الدوري، وأحرز مرة أم المعارك السابقة اللي ألغيت، وكان ممكن أيضا يحرز بطولة الكاس. وبصراحة لو تضافر جهود، لولا أنه أيضا ما يحظى بإدارة، يعني إدارة بمعنى إدارة، ولو يحظى بإدارة فعلا تعمل بما موجود بما تتمتع به محافظة النجف الأشرف أو مدينة النجف عموما أو خصوصا مدينة النجف مركز محافظة النجف، صدقون النجف بإمكانه يكون رقم في آسيا وليس فقط في العراق. فوجود نفط النادي نفط الوسط شنو الداعي؟ هم رادوا بديل عن نادي النجف لأن ما قدروا يأخذون الإدارة مالت النجف. وزارة النفط اللي أسستها لما كان وزير النفط لسنوات بعد السقوط حصرا من المجلس الأعلى، من حزب المجلس الأعلى، وبعدين طبعا صار من تيار الحكمة لما سيد عمار انفصل عن المجلس الأعلى. فوجود نادي نفط الوسط انشاءه غلط. أولا، الأندية النفطية عموما معظمها وجودها ما إلى داعي، وتفرخها أنا كاتب عنه أول واحد يعني من حوالي 10 سنوات في منتدى كورة عراقية، عند مقال مشهور مال تفريخ الأندية في وزارة النفط. وطبعا حاليا كل الوزارات صارت تفرخ أندية، يا ريتنا باقين بس على النفط. لكن وجود نادي نفط الوسط في مقابل أنه نادي النجف أساساً يعاني مادياً، ومرات تصير مشاكل ومرات مظاهرات ومرات مدربين ولاعبين يشتكون وما قادر ينافس على الدوري بسبب المادة، فأنت تنشئ نادي وناديك القديم اللي هو قادر أنه لو تتعب عليه شوية ياخذ الدوري حتى، ليش مو من باب أولى داعم نادي النجف الأم؟ ليش أوجدت نادي نفط الوسط؟ زين، نادي نفط الوسط صحيح انه احرز بطولة الدوري العراقي وصار اسم نادي محافظة النجف عندها دوري عبر نادي نفط الوسط، بس اولا اخذها لما الدور اقيم على نظام بطولة الكاس، من صارت كاس وليس دوري. حال اربيل، ترى اربيل لو دوري ما ياخذ الدوري لو يلعب منها يوم القيامة، فشنو الداعي؟ وحتى دهوك كذلك. فنادي النجف لو داعمينه ممكن، وهو على فكرة النجف لعب النهائي مرتين وكان قريب انه ياخذ الدوري، فهاي مو رزية. الثانية، نادي النجف لما النفط الوسط لما اخذ الدوري ترى اغلب عناصره كان من نادي النجف، وحتى مدربه غني شاهد هو مدرب النجف وابن نادي النجف. كذلك انه نادي نفط الوسط ما حظى بجماهيرية ولا قدر يسوي جماهير في محافظة النجف، عرفت شلون؟ المعروفة يعني الموصل، نادي الموصل ايش قد سوى انديه بالموصل مركز محافظتنا، وما قدروا ياخذون جماهيريه نادي الموصل. وحتى ايش قد انديه هسه ايضا 4 في مركز محافظه القيقار بالناصري ما اخذت جماهير نادي الناصري، وهكذا. فوجود نادي نفط الوسط هدر للميزانيه العامه وما راح يسوي شيء اليوم محافظه النجف، والاولى التركيز على نادي النجف او نادي الكوفه. نادي الكوفه يمثل مدينه الكوفه، الكوفة العظيمة بالتاريخ، تمام؟ أول مصر إسلامي صار به الخلافة الإسلامية بعهد الإمام علي، مدينته وعاصمة الخلافة الإسلامية بعد المدينة المنورة ومكة، يعني الخلافة الإسلامية أول خلافة خارج مكة والمدينة هي في الكوفة.
والكوفة تعدادها وإلها ما إلها. نادي الكوفة مهمل ومعدم. نادي الخوارنق كان نادي خوارنق قديم بالنجف، نادي العباسية، نادي الهواية، المناظرة يعني كثير أقضية ونواحي في محافظة النجف الأشرف مهملة. في مقابلة وجدوا نادي لا إلى جمهور ولا إلى حتى بنى تحتية ما إلى، يعني ما كلفنوا نفسهم يسوون بنى تحتية، مستفادين من ملعب النجف الدولي، هذا ملعب وبنته وزارة الشباب، يلعبون به حالهم حال نادي النجف، مقر كلاوات، نادي يجيب محترفين من سوريا من نيران ما أدري منين من العراقيين يلملم، مرة تلقى فوق مرة جوا، ما أخذ الدوري قبل من قلت من على نظام كاس، وبعد ما يقدر حتى ينافس على الدوري، السنة ينافس على الهبوط وأتمنى أنه يهبط، لأنه نادي لا إلى طعم ولا وزن ولا رائحة. وحاليا تشوفون مشاكل عالقة للستار في حين هو نادي ما إلى قلت لا قيمة ولا وزن. فأتمنى أن الدولة تراعي أندية المؤسسات، شذبوها ودمجوها بعضها ببعض والغوا بعضها ما إلها أي لزمة. أنا ما أقول كل أندية المؤسسات، مثلا نادي الميناء نادي مؤسسات بس هو يحمل اسم البصرة، جمهور البصرة وحتى إلى جمهور خارج العراق، نادي عريق نادي الميناء. الزوراء نادي مؤسسات بس نادي عريق، طلبة نادي عريق، الشرطة نادي عريق، الجوية، الجيش، هاي أندية عريقة. أما ما نادي عمال نينوى، بلدية الموصل، بلدية الناصرية، بلدية البصرة، يعني نفط الاتصالات، البريد، نفط البصرة، هاي الأندية شنو هاي؟ وينها جمهورها؟ نادي الصحة، نادي الصناعات الحربية، أندية ما إلها أي لزمة. فأتمنى حلها، وأتمنى الناس ما تتمنى أنه تحل مشاكل نادي النفط الوسط، لا أخواني ولا مشاكل نادي النفط، لا، اتمنوا هاي الأندية تحل، تحل وتلغى وتدمج خيرا للرياضة وللرياضيين وللميزانية العامة اللي جاي تنهب جهارا نهارا، والله يصلح الحال.